والله توني مستلم تليفوني الجديد ايفون 13 برو ماكس 256 جي بي، هدية من الوالدة قاعدة يمي بس ما تطلع في الصورة وما قصرت والله، خوش تليفون. طوابير طويلة من عشاق الايفون تصطفوا هنا في بتلكو في وقت متأخر من الليل بهدف الحصول على الايفون الجديد. هاي يعني المكان الوحيد يعني بتلكو اللي افكر فيه، يعني انه خصوصا يعني التنظيم كان ممتاز، يعني خصوصا في الحجز، يعني انه حتى ما كان في بري اوردر، يعني بس انه ريجستر از انترست، يعني بس يعني الحمد لله كل شيء، يعني انه طلعت اول واحد. بعد اليوم عندنا طبعا الحدث اللي هو اطلاق الاخر مجموعه من تلفون الايفون اللي هو الايفون 13. طبعا احنا من السنه الماضيه بدينا بطريقه شوي مختلفه في طرح الهاتف الجديد، نقوم بفعاليه في اللي هو شركه بتلكو في مقرها في الهمله، بحيث اللي يعني اللي حجز التلفون او اللي طلبه ممكن اي يستلمه من خلال السيارة. مثل ما تشوفون عندنا ترتيب دخول السيارة بطريقة معينة، عندنا محطات أي الشخص وهو في سيارته تم خدمته وتم تقديم له الهاتف. احنا حاولنا قد ما نقدر ان نكون نوفر هاي الجهاز في كل مناطق البحرين الاقرب حق الكاستمر مالنا، فموجود في فرعين رئيسيين مال بتلكو، الرفاع انماء وسيتي سنتر المنامة، وعندنا هني في الهيد كوارتر اللي هو شوب اند دروب، الكاستمر اللي شروا على الاونلاين وحابين يجون يوصلون يستلمون الجهاز بنفسهم فيقدرون يجون عن طريق الهمله. بس اكثر طريقه اللي الكاستمر يمكن الجائحه كان لها السبب الرئيسي انه خلت الكاستمر يتغير البيهيفير مالهم، انه قاعد يطلبون عن طريق التوصيل، فهاي كان اكثر طلباتنا قاعده تروح عن طريق توصيل المنازل، ويمكن التيم عندنا اللي قاعد يصورون التوصيل بيستغلون على مدار الساعة عشان يقدرون يغطون الديماند اللي جاي حق هاي التليفون.